السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن هو لا أسامي كتيرة، في ناس بتسميها شيت، في ناس بتسميها لي أوت، وفي ناس بتسميها باندا، ويعني ملهاش اسم محدد في المكاتب كلها. كل مكتب بيبدأ باسم أو الفريم اللي هو إيه، الإطار الخارجي اللي بكتب فيه اسم الشركة واسم المشروع والتاريخ والحاجات ديت. هنتكلم إزاي نعمله في الريفت. الموضوع بسيط خالص، أنا باجي هنا على كلمة شيت، تمام، من البروجكت براوزر، وادوس كليك يمين واقول له ايه، نيو شيت. بيقول لي دي الشيتات اللي موجوده، ممكن تختار منها او حمل حاجه جديده. هحمل فاميلي اسمها تايتل بلوك، يبقى اقول له لود وابحث على تايتل بلوك، شوف الفاميلي بتاعتك موجوده فين. اي مكان من الفاميلي موجوده فيه، فاميلي ار اف ايه، فاميليز، ايه، اقول له انا عايز فاميليز وادور على تايتل بلوك. ده الاي 0، ده الاي 1، ده الاي 2. هتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها. اوكي، واقول له اوبن، تمام، واقول له ايه، اوكي، خلاص. ده خلينا نسميها شيت، عايزين ان هنا في الريفت بنسميها شيت، بس في بعض المكاتب التانية بنسميها خرطوشة، اللي يسميها باندا، اللي يسميها لي اوت فريم، زي ما هو عايز. طيب هي دلوقتي بقت موجودة معايا، لا مشحت في الاصطلاح. اجي هنا في الفلور بلان، اسحب الفلور بلان واحط في قلب الشيت. رفض. ليه رفض؟ لان الفيو دوت موجود في شيت تاني، تمام. هو مش هينفع يبقى عندي اتنين فيو، مش هيبقى عندي فيو واحد موجود في اتنين شيت، ملهاش لازمه، تمام. طيب ممكن نجرب حاجه كمان، ناخد مثلا 3 دي واقول له انزل معايا، هتلاقيه نزل معاك عادي بدون اي مشاكل خالص، تمام. يبقى كانت المشكله هنا ان هو اصلا موجود في شيت تاني، فهو بيقول لي انت ازاي هتحط مثلا نفس اللوحه مرتين، فهو بيضمن لي ان انا ما اكررش اي فيو، ان الشيت بتاعتي تبقى مظبوطه وما يبقاش فيه فيو موجود مرتين. طب لو انا عايز احطه، يبقى انا اعمل ادوس كليك يمين على ليفل واحد واقول له دبليكيت، واقول له مثلا دبليكيت ويز ديتيلينج، اهو، تمام. وهسحب الجديد دوت وراح احطه في قلب اللوحه، تمام. طيب لو انا عايز ادخل جوه واعدل اي حاجه، تمام، يعني لو انا مثلا وانا هنا عايز اعدل اي حاجه، يا اما ارجع للفيو اللي انا كنت فيه واعدل براحتي، اول ما اعدل هنا هيتعدل هناك في قلب اللي اوت، او هنا ادوس كليك يمين واقول له ايه، ادوس كليك يمين واقول له اكتف فيو، او من الروبن فوق هقول له اكتف فيو. ودلوقتي اقدر اعدل زي ما انا عايز، تمام. اول ما اخلص تعديل واقتنعت ان انا عملت صح، اقول له ايه، دي اكتف فيو. كده ارجع للشيت او اللي اوت بتاعي وابدا اعدل زي ما انا عايز، تمام. وهنا هو كاتب لي ان ده كوبي اوف ليفل 1 ل 100، تمام. لو انت عايز تخليها 1 ل 50، يبقى يا اما تدخل هنا تعدل تخليها 1 ل 50، او تيجي هنا تقول له اكتف فيو تعدل 1 ل 50. ممكن الخط ده طويل، اسحبه كده شويه، ممكن اجي هنا، تمام، اسحب ديت احطها مثلا في النص زي ما انا عايز. لو انا عايز اطولها او اصغرها لازم اعلم فوق الاول واسحب دي كده. طيب لو انا مش عايز اكتب هنا حاجه، ادخل في البروبرتيز واقول له نو تايتل، تمام. او ممكن اختار حاجه تانية، او ممكن ادخل اديت تايب واعمل نسخه تانية، يعني كل الحاجات دي في ايدينا. وتبدا تعدل الخصائص، تعدل اللون، تعدل الكتابه، تعدل التايتل اللي كتب فيه زي ما انت عايز، ليك الحريه تماما ان انت تعدل اي حاجه انت عايزها. طيب الفريم دوت ده عباره عن فاميلي، تعمل عليه سيلكت وادخل اديت فاميلي،
نعم، وعدل زي ما انت عايز. ممكن تكتب اي حاجة، ممكن تلغي الخطوط، ترسم انت خطوط، تحط الصور بتاعة المشروع بتاعك، تعمل انسيرت ايمج تمام، وتحط صور للشركة بتاعتك، او تحط صورتك انت وانت صغير او راكب الحصان، مفيش اي مشكلة خالص. اي صورة عايز تحطها حطها تمام. ولما بتخلص بقول له لود انت بروجكت، فيحمل الشغل اللي احنا عملناه دوت في قلب المشروع تمام. هتلاقي في الخط اللي احنا مسحناه، فتمسح معايا تمام. بس دي كانت نظرة سريعة على الشيت، واتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. اخوكم عمر سليم.